अस्सलाम वालेकुम। आज हम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। ये फजर की नमाज़ के बाद का वक्त है। सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में मौजूद इन छतरियों का मुकम्मल तौर पर खुलते हुए दिलकश हसीन मंज़र देखेंगे। मस्जिद नबवी की ये छतरियाँ मशहूर ज़माना छतरियाँ हैं। ये बिजली से ऑपरेट की जाने वाली अपनी तरह की अनोखी छतरियाँ हैं। इस वीडियो में आप छतरियों को ऑटोमेटिकली ओपन होते हुए मुकम्मल तौर पर देखेंगे। सूरज तलू होने के साथ साथ ये छतरियाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं, यानी खुद ब खुद खुल जाती हैं, और मगरिब के वक्त ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं, यानी ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصوة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفلتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بلقة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة
وبالهاء حيوى وبالدار دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طواوى وبالزواء زفرة وبالعين علما وبالقين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قلبة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو مصلح وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحويف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مضغ أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعواب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.